أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لماذا يا شيخ على هؤلاء الذين يتكلمون على الشيخ ربيع وهم من خريجي المدينة؟ نعم، هؤلاء الذين يتكلمون على الشيخ الفاضل ربيع جزاء الله خيرا، فإنه وقف في وجوه كثير من المبتدعة. نعم، إن لا بد أن يكونوا حزبيين، سواء أكانوا تابعين لماذا للإخوان المسلمين أم للسرورية أو لغيرهم من الحزبيين، ولا يضرون فهم لا يضرون إلا أنفسهم. نعم.